امرأة لم تعتمر قط وهي الآن قاعدة لا تتحرك، هل يعتمر عنها أبناؤها؟ يجوز شريطة أن يعتمروا هم أولا لأنفسهم. هل يلزم أهل مكة الإحرام من التنعيم؟ هذا هو الوارد، هذا هو ميقاتهم. بالنسبة للمسافر إذا أراد أن يعتمر بالحرم المكي هل يلزمه الذهاب للتنعيم؟ لا، التنعيم لأهل مكة وليس من أهل مكة، ليس من أهل مكة. بيحصل الناس هنا في مصر بالذات يعني الجيران والأحباب والأقارب عاوز يرضي الناس كلها، وهو طالع عمرة واحدة لمها، يعني لم العمرة دي في 10 سنين، فلما طلع كل واحد بيقول له بقى لابد تعمل له عمره، يقول له حاضر، عاوز يرضي الناس كلهم. فيعمل ازاي؟ بعد ما يخلص العمره بتاعته ما يحلقش شعر، بس يقصره ايه؟ طرطوفه كده بس من فوق كده، ويبدا بقى ياخد اتوبيس ب3 ريال على التنعيم ويبدا يحرم. دي لعمره الحاج محمد ابو علي. وبعد ما يخلص ياخد طرطوف من الشعر او شعرتين، لان بعض الشفاعي قالوا ولو قص شعرة لجاز، ويرجع تاني التنعيم وهكذا. ايه المسألة دي؟ هذا الامر لم يرد ابدا عن السلف، لم يرد ابدا عن السلف. اثر عائشة هذا خاص بالمرأة التي فجأها هذا العذر، فهي تؤدي المناسك ما عدا الطواف، فإذا انقضى أمرها احترمت أحرمت من التنعيم. هذا خاص بهذا الموقف، لكن يبقى الناس كلها واخدينها رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يعني ب45 ريال يعمل عمره ل15 نفر، 45 ريال بسم الله ما شاء الله، كم ده ما ينفعش. حتى إن بعض الناس، والكلام ده أنا سمعته والأعلم صحته، يجعلون هذه تجارة. يعني انت عاوز تعمل عمرة، طيب 500 جنيه طيب جميل جدا، العمرة كلف 7000، لا ادفع 500. تصور لما يعمل 15 عمرة في 500، دخلنا هنا في 7500، دول كلهم بفضل الله مال يدخله جيبه، ده حرام ومال مأكول بغير وجه الحق.